من يساعدني أو يساعدني في هذه الورطة؟ كانت هذه مناشدة أطلقها شاب أردني على وسائل التواصل الاجتماعي ومثله آلاف بعد أن زادت قيمة قرضه خلال 6 أشهر فقط عن القرض الأصلي 6700 دينار، وتمددت فترة سداده 12 عاما إضافيا عن الفترة الأصلية بفعل رفع أسعار الفوائد 9 مرات على التوالي. ويقدر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1,200,000 شخص، وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار، معظمها لغايات الإنفاق على حاجات أساسية مثل شراء البيوت والمركبات وقروض شخصية. للحديث أكثر حول هذا الملف المؤرق والهام نرحب بالدكتور عدلي قندح، وهو مدير عام جمعية البنوك السابق. أهلا بك دكتور عدلي. صباح النور. يعني بداية، أكثر من 1,000,000 مقترض ومديونية البنوك على الأفراد تجاوزت 17 مليار دينار، مما يؤشر على عدم قدرة المواطن اليوم على السداد. إذا كانت الأوضاع كذلك دكتور عدلي، لماذا يتم رفع سعر الفائدة بين الحين والآخر على المواطن الأردني؟ نعم، شكرا جزيلا. بداية طبعا القصة احنا بنعرفها انه سبب الرفع هو محاربة التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي على المستوى العالمي، وبالتالي صار في عندنا على المستوى العالمي ارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع في معدلات الاسعار لاسباب مختلفة، جزء منها زيادة الطلب نتيجة في سيولة كانت مصفوفة اثناء جائحة كورونا خلال هي الجائحة ضغط البنك المركزي في امريكا مثلا والبنوك المركزية في كثير من دول العالم سيولة فائضة، وبالتالي لما راحت الجائحة صار في زيادة الطلب وتسببت زيادة الأسعار. لكن في كمان عندنا الحرب الروسية الأوكرانية رغبت باتجاه الكلى بتاع الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز وغيرها، أدى إلى أنه معدلات التضخم تصل إلى مستويات مرتفعة جدا لم تصلها قبل 40 عام. وبالتالي الجهة المعنية بمحاربة التضخم هي البنوك المركزية عن طريق الأدوات المتاحة بإيديها، وهي سعر الفائدة أهم أداة، وبالتالي قامت البنوك المركزية وبقيادة البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال السنة الماضية. نعم. يعني نحكي عن شهر آذار لشهر آذار اليوم، والهدف كان هو ذبح التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي. فالبنك المركزي طبعا نحن سياستنا النقدية طوال الفترة الماضية طبعا احنا مثبتين سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وبالتالي نتابع ما يحصل على المستوى العالمي ونتابع ايضا ما يحصل على المستوى المحلي. حتى نحافظ على استقرار الدينار وجاذبية الدينار ونحارب التضخم لابد من انه تبدي عملية رفع على اسعار الفائدة. نعم. هلا اللي بيصير انه هاي اشارات ترسلها البنوك المركزية للسوق بانه في عندنا مشكلة تضخم ولازم نحاربها، فالأداة هي رفع أسعار الفائدة. البنوك تستجيب، لكن استجابة البنوك إذا بنطلع على الأرقام بالأردن ما كانت بالكامل، يعني يمكن أكثر شيء كانت على القروض رفعوها بنسبة حوالي 45% من نسبة الزيادة اللي رفعوها البنوك المركزية. نعم. وهذا أكيد بالطبع راح ينعكس على جهتين، راح ينعكس على المودع اللي هو عنده وديعة بيستفيد من رفع اسعار الفائده، ولكن اسعار الفائده على الودائع هي كلف على البنوك، وبالتالي بدها ترفع اسعار الفائده كمان على القروض. عشان هيك فئه من المقترضين تاثرت بهي الرفع، لكن في نسبه كبيره لم تتاثر لانه اسعار الفائده يعني تقريبا حسب احصاءات البنك المركزي 63% من المقترضين هم اسعار الفائده عندهم ثابته، يفترض انه ما يتاثروا، لكن الفئه التي تاثرت اكيد بتتاثر. نعم، أنتقل وإياك إلى قضية تأجيل سداد القروض بفائدة. بداية، هل هي من صلاحيات جمعية البنوك اليوم أم هي من صلاحيات البنك المركزي؟ وهل التأجيل اليوم هو أمر مجزٍ للمقترضين أم هو ضار للبنوك؟ وإن كان مجزٍ للمقترضين، لماذا لا تقوم سواء جمعية البنوك أو البنك المركزي بتأجيل السداد للقروض للمقترضين؟ بداية تأجيل القروض ما في شيء اسمه تأجيل قروض وفقا للسياسة المصرفية أو السياسة النقدية، ما في تأجيل قروض. في حال صار تعثر يعني الأعراف والتقاليد ومش الأعراف والتقاليد كمان التعليمات في البنك المركزي
والقوانين والانظمه اللي بتمشي فيها البنوك، اذا صار في تعثر على قرض معين بصير في عرض جدول لهذا القرض بالاتفاق ما بين البنك وبين المقترض. لكن في حالات الظروف القاسيه والصعبه ممكن يصير في حالات تاجيل القروض او لتسديد الاقساط، وزي ما حصل في جائحه كورونا لانه صار في عندنا شح في السيوله، ما في رواتب، ما في سيوله في السوق، فاضطرت البنوك بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي انه ياخذوا قرار بتاجيل تسديد اقساط القروض ل كم مره. طبعا زادت هي العدد المرات صراحه، وهي راح تكون عليها كلفه كبيره على المقترضين، لانه نحن بنحكي عن 9 مرات صرنا مأجلين قروض، وهذا بينعكس على انه راح يصير فتره السداد تزيد، وايضا راح تصير بمثابه اقتراض جديد، وبالتالي كلفه القرض راح تزيد ومده السداد راح تزيد. واحنا هلا بنمر بمرحله رفع اسعار الفائده، وبالتالي حتكون في رفع على اسعار الفائده في حاله صار في مراجعه على القرض، على الاكيد راح تنعكس اسعار السوق الجديده على القروض، وبالتالي راح يحس فيها المقترض بانه فتره السداد زادت وكلفه القروض ارتفعت ايضا. وبالتالي البنك احنا بنخاف اذا صار حجم الزيادات او التاجيل كبير وعدد التاجيلات عم بيزيد في تاثير على عدم قدره المقترضين انهم يسددوا، وبالتالي القروض المتعثره في هذا التخوف. وكمان البنك بيكون مطلع على ظرف المقترض انه هل يستطيع انه يسدد ولا لا في حالات صار في زياده في القروض على هذا المقترض. المساله يعني مساله يعني حرجه بصراحه. صحيح. ومن هون بيطلع على عليها البنك. بيطلع عليها اكيد شكرا جزيلا دكتور عدلي قندح، وأنت مدير عام جمعية البنوك سابقا، شكرا جزيلا لك.